عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن يكون الجميع بخير وصحة وعافية. تعرفنا بالمحاضرة السابقة على البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو سيكونس كرنت، واللي سميناهم بالسيمتريكال كومبوننت. إن شاء الله اليوم راح نتعرف على السيكونس نتوركس. السيكونس نتوركس يعني تمثيل السيستم عن طريق ريكتنس دايجرام، لكن هنا راح يكون عندنا 3 ريكتنس دايجرام، يعني راح يكون عندنا بدل ما كنا ناخذ بالسابق انه ريكتنس دايجرام واحد بحاله البالانسد سيستم، هنا حاليا راح نمثله ثلاث مخططات، اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو سيكونس نتورك. طبعا لانه هنا مثل ما تعرفون انه احنا اذا صار عندنا انسيمتريكال فولت راح نحلله الى 3 مركبات، اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو سيكونس كرنت. طبقا الى هذه التيارات ايضا راح نمثل السيستم الى بوزيتيف نيجاتيف زيرو سيكونس نتوركس. هسه راح نتعرف على كيفية رسم كل واحد بيهم لكل equipment. طبعا راح نبدي بالترانسفورمر. Suppose that there are 3 phase transformers are connected between bus 1 and bus 2. هذا عندنا الترانسفورمر، او بالاحرى هنا عندنا 3 فيز، لكن هو مثله بسنجل لاين، يعني هنا بس هو يعني ذاكر انه هو منطينا 3 فيز ترانسفورمرز ار كونكتد بتوين باس 1 اند باس 2. بعد ايش منطين هنا ذا بوزيتيف اند نيجاتيف اند زيرو رياكتنسز. ايش منطيني؟ إذا تذكرون بالمحاضرة السابقة اتفقنا أنه إذا يذكر رقم 1 فمعناه هذا يمثل البوزيتيف، رقم 2 يمثل النيجاتيف، والزيرو يمثل الزيرو سيكونس. فأيضا هنا بالنسبة للرياكتنس راح يكون يعني نفس الفكرة، أنه الـ X1 تمثل لي البوزيتيف سيكونس نتورك، او يعني هنا بوزيتيف سيكونس نتورك. الاكس 2 راح تمثل النيجاتيف سيكونس نتورك اوف ترانسفورمر. طبعا الترانسفورمر انا هسه يعني ما عندي فقط الترانسفورمر، راح ابدي بيهم بالسره. راح اخذ اول شيء الترانسفورمر، بعدين اروح للجنريتر، بعدين اروح للترانسميشن لاين. طبعا الجنريتر والموتور يعني راح يكونون نفس طريقة الرسم، ما بيهم اي اختلاف. ايضا هنا ايش منطيني؟ الاكس نوت او الاكس زيرو، هذه راح تمثل الزيرو سيكونس نتورك. هنا منطيني ملاحظة: we should keep in our mind while drawing positive, negative, and zero sequence network of a transformer, there is no need to check the type of connection and condition of a neutral of transformer. هنا هاي ملاحظة جدا مهمة، انه احنا من نريد نرسم البوزيتيف والنيجاتيف، البوزيتيف and negative sequence network، الزيرو سيكونس هسه خليه خارج قوس، فقط نروح على البوزيتيف والنيجاتيف سيكونس نتورك اوف ترانسفورمر. انا هسه حاليا فقط اريد ارسم البوزيتيف اند نيجاتيف سيكونس نتورك اوف ترانسفورمر. There is no need to check، يعني ماكو داعي انه اتاكد او اشوف شنو the type of connection، شنو نوع الربط اللي بيناتهم، يعني دلتا ستار، هذا ما راح يفيدني بشيء.
إذا أريد أمثل البوزيتيف والنيجاتيف. هذا فقط طريقة الربط راح تأثر إذا يعني راح أحتاجه وين بالزيرو سيكونس فقط. فأيا كانت طريقة الربط ما راح تعني لي أي شيء إذا أريد أمثل البوزيتيف والنيجاتيف سيكونس نتورك. هذه أول ملاحظة، يعني ما راح أحتاج بها إلى أنه أشوف شنو طبيعة الربط، بالإضافة إلى and condition of neutral of transformer، يعني إذا كان star أنه إذا كان star من النيوترال للأرضي أكو فد يعني توصيل solidly grounded or solid or ground with reactance. هذه الأنواع هسه إن شاء الله راح يعني نتطرق لها. هسه هذه أول ملاحظة. زين شلون أقدر أمثل البوزيتيف and negative sequence network؟ هسه let's first draw positive sequence network. هسه خلينا نرسم البوزيتيف sequence network of transformer. طبعا مثل ما تعرفون انا عندي بس ارسم هذه راح يعني هذه الخطوات راح يعني راح تمشي وياي. اروح على البازز اللي موجوده عندي بس 1 بس 2 ارسمهم بالاضافه الى reference بس. هذا ارسمه حتى اذا ما احتاجه، حتى اذا ما احتاجه بالربط او بالرسم ضروري اخليه. فهسه اول خطوه اروح على البس 1 بس 2 reference بس. زين انا شريد امثل البوزيتيف سيكونس نتورك، فاذا ايش احتاج؟ احتاج x1 بما انه انا بالترانسفورمر فما راح اكتب xt1 لانه انا جاي اخذ كل جزء يعني على حده. فالxt اوكي اريد اكتب xt1 او اكتبها x1 ماكو مشكله. ليش 1؟ لانه اني جاي امثل البوزيتيف سيكونس، بوزيتيف سيكونس فقط. هذا انتهى البوزيتيف سيكونس. اروح على النيجاتيف سيكونس نفس البوزيتيف سيكونس، نفس الخطوات ارسم الباس بار الاول، الباس بار الثاني، الريفرنس بس. اجيش اخلينا الرياكتنس اكتب x2. الx2 ليش 2؟ لانه تمثل لي النيجاتيف سيكونس نتورك. هذه انتهت. هذا بالنسبه لمن؟ للنيجاتيف سيكونس نتورك. نجي هسه لمن؟ للزيرو سيكونس نتورك. هنا شويه عندنا الزيرو سيكونس نتورك يعني بفكرة. الفكرة راح نستعين بطريقة حتى تسهل لنا طريقة الحل. راح استعين بهذا الدايجرام، هذا المخطط. هنا عندي switch 1 وswitch 2 نسميهم series switch. هنا عندي switch 1 dash switch 2 داش، شو نسميهم؟ نسميهم شنت سويتشز. شنت سويتشز هنا عفوا سيريز سويتشز 1 و 2 سيريز سويتشز. هنا 1 داش 2 داش شنت سويتشز اوكي. وهناش عندي الاكس نوت. الاكس نوت هذا المخطط انا ما راح احتاجه يعني فعليا، لكن راح استعين به حتى اقدر امثل الاكس نوت ويا الترانسفورمر. فشنو الطريقه؟ هنا ايش منطيني الملاحظه؟ اول ملاحظه منطيني اياها ان زيرو سيكونس نتورك وي هاف تو تشيك، يعني لازم نتاكد منين. We have to check the type of connection and condition of neutral. لازم نتأكد من طريقة الربط، هل هي دلتا أم ستار، وبالإضافة إلى طبيعة
ربط النيوترال يعني بالدلتا احنا ما عندنا نيوترال فقط بالستار. الستار هل هو يعني النيوترال موصل مباشرة الى الجراوند او اكو فد بيناتهم زت ان يعني اكو رياكتنس موجودة بيناتهم او اصلا ما موصل بالارضي يعني there is no neutral. فعندنا ثلاث احتمالات هنا راح تصير بالنسبة فقط للستار. عموما هسه نتطرق لهن نشوف شلون راح نستعين بهذا المخطط لتمثيل الاكس نوت. لكن خلينا نمر على الملاحظات. إذن بحالة البوزيتيف والنيجاتيف، بحالة البوزيتيف ما احتاج اتاكد من او اعرف شنو طريقة الربط بالنسبة للترانسفورمر. خلاص البوزيتيف اخلي اكس 1 واخليها بين باس بار 1 وباس بار 2 او باس بار 3 باس بار 4 حسب الترانسفورمر وين موجودة. النيجاتيف كذلك فقط اغير العنوان اللي يعني الاكس، الاكس تصير اكس 2 بدل ما اكس 1 بالبوزيتيف راح يصير عندي اكس 2 وين بالنيجاتيف. هنا عندنا الزيرو، الزيرو راح نستعين بهذا الدايجرام. هنا منطيني there are four switches اللي هم عندي four switches اللي هم one and two are series switches. اتفقنا انه one و two ذول نسميهم series switches بالاضافة الى one dash two dash are shunt switches. زين in other word او بكلمة اخرى شريدي او بمعنى عفوا بمعنى اخر one and one dash هذولي نقدر نجمعهم ايضا هذه one and one dash نسميهم شنو primary switches. ذولي جهة البرايمري primary switches. two and two dash شنسميهم secondary switches. شنو primary شنو secondary؟ primary يقصد به winding of transformer يعني ملفات الابتدائي وملفات الثانوي. جيد خلينا نروح للملاحظة الثالثة اللي هي الملاحظة مهمة هذه جدا. The series switches خلينا نزغرل الصورة حتى نعرف عليه من جنج. The series switches وين هم the series switches اللي هو هذا 1 و2 شبيهم ذولي will be closed when the type of connection is a star and a neutral is grounded. شنو يعني؟ يعني هذا السويتش او هذا السويتش will be closed يعني نغلقهم بيا حالة في حالة انه الربط يكون عندنا ستار. حالة انه الربط يكون عندنا ستار ومو بس فقط ستار لازم ننتبه على البقية شنو هو and neutral is grounded. هذه type of connection is star and neutral is grounded. بمعنى اخر خل اوضح الرسم هذا هسه ان شاء الله هسه راح ناخذه يعني يكون بهالطريقة. هذا ستار هذا ربط الستار هذا النيوترال شبي grounded يعني رايح مباشرة المن للأرضي. هذا يسمونه solidly grounded solidly grounded. هذا الطريقة يعني إذا شفنا على البرايمري على جهة البرايمري للترانسفورمر إذا كان هذا الرمز موجود فراح أغلق سويتش رقم واحد. إذا شفت هذا الرمز موجود على السكندري أوف ترانسفورمر فراح أغلق سويتش نمبر 2. أتمنى تكون واضحة. هذه أول ملاحظة منطينية. زين إذا لا منطينية فقط فقط يعني بدون الأرض يعني منطينيها فقط ستار ربط ستار يعني هيك أغلق سويتش رقم واحد لا
راح يظل مفتوح. 2 كذلك راح يظل مفتوح. هذا الشرط لازم يتحقق انه ايش بيه النيوترال grounded. عندي حالة خاصة وحدة فقط special case راح نتعرف عليها بالأمثلة. انه هنا راح يصير عندي reactance راح اتعرف عليها شلون راح نربطها. هذه حالة خاصة حالة واحدة فقط. زين نكمل. نروح على الملاحظة المهمة الثانية اللي يقول بيها the shunt switches. Shunt switches اللي هما 1 dash and 2 dash will be closed. يعني راح نغلقهم يمتى؟ when the type of connection is delta. جيد. ناش منطيني؟ منطيني الملاحظة المهمة الثانية. شو يقول؟ هسا احنا خلصنا من السيريز. نجي على ال 1 dash وال 2 dash. يقول عندما يكون ربط الترانسفورمر بأي يعني إذا بالبرايمري إذا شفت بالبرايمري جزء البرايمري أوف ترانسفورمر شفنا هذا الرمز موجود فشنو اللي أسوي فقط نغلق الون داش بالسكندري إذا شفنا هذا الرسم موجود فقط نغلق التو داش تمام هذه الملاحظة المهمة الثانية. هسه هنا راح ناخذ أمثلة بسيطة فقط احنا هسه فقط بالترانسفورمر. بعد عندنا الجنريتر وبعد عندنا الترانسميشن لاين والموتور. الجنريتر والموتور نفس الشيء. نجي هسه ناخذ يعني أول مثال حتى الكلام اللي يعني هسه اللي حكينا حتى تصير صوره واضحه على شنو احنا جاي نحكي. عندي هسه هذه الترانسفورمر. هنا راح هسه فقط انطي امثله على الزيرو سيكونس. الزيرو سيكونس نتورك. لانه البوزيتيف والنيجاتيف ما بهم اي مشكله. فقط هنا هسه مثلا عندي هذا الترانسفورمر اريد البوزيتيف بين باس بار 1 باس بار 2 اخلي الرياكتنس واكتب عليها 1. اكس 1 عفوا. هذه مثلت لي البوزيتيف سيكونس نتورك. اريد النيجاتيف فقط اخليه 2. ما عندنا اي مشكله. هنا اخليه 2. جيد. يعني ماكو داعي انه اتاكد شنو طبيعه الروبوت، هل هو دلتا، هل هو ستار، هل هو الستار اذا كان سوليدلي جراوندد او وذ رياكتنس الى اخره، او دلتا. هنا عندي هسه راح اجي فقط على الزيرو سيكونس نتورك. هنا عندي هذا الترانسفورمر منطيني الاكس نوت او الاكس زيرو وباس بار 1 باس بار 2. هنا اذا تشوفون طبيعه الربط شنيه، هنا ستار ستار وذ نيوترال تو جراوند، يعني النيوترال رايح وين؟ مباشره المن للجراوند. هذا اني وين جاي احكي على البرايمري برايمري سايد. هذا شو نسميه احنا؟ هذه الجهه نسميها برايمري سايد. هذا الجزء شو نسميه؟ سكندري سايد، يعني الثانوي. هسه احنا على البرايمري سايد. البرايمري سايد شنو طبيعه الربط؟ طبيعه الربط ستار. جيد. شنو الخطوات اللي اتبعها؟ الخطوات اللي اتبعها مثل ما تكلمنا قبل شويه، شو نخلي؟ نخلي باس بار 1 باس بار 2 ريفرنس باس ريفرنس باس. نجي لمن؟ نجي للرياكتنس اللي عندنا فقط، اخليها بهالصيغه هاي. تمام. بما انه عندي طريقه الربط هي ستار ونيوترال موصل مباشرة إلى الأرضي هذه، فراح شنو اللي حسب اللي أخذناه؟ منو اللي يا سويتش اللي راح أغلقه؟ راح أغلق سويتش نمبر 1، يعني راح أوصلها مباشرة بمن؟ بالباس بار 1. تمام. أروح وين؟ على السكندري.
الجزء ملفات الثانوي. ايضا نفس طريقة الربط. اذا نفس طريقة الربط يعني شنو اللي راح اي جزء راح اغلقه حسب هذه الدايجرام، فراح اروح على سويتش رقم 2 واغلقه. فهذا بالنسبة لإكزامبل 1 خلاص، يعني مثل ما نقول الرسم النهائي إليه هو هذا مثل ما موضح بالشكل. سوينا وصلنا باس بار رقم 1 وهنا باس بار رقم 2 هذا انتهى. هسه نروح على المثال الثاني نفس الفكرة، أروح أخلي الباس 1 باس 2 رفرنس باس رفرنس باس، أخلي أيضا الX نوت أو أنتظر. خليت الX نوت، أروح على جزء البرايمري أشوف شنو شمنطيني شنو طريقة الربط. هي ستار with solidly neutral solidly grounded، يعني موصل مباشرة المن إلى الأرضي مثل ما واضح أمامكم. فإذا هي شنو اللي أسوي، switch one هو اللي will be closed، هذا switch one يعني راح أوصله ويامن ويباس بار رقم 1. زين، عندي بالجزء السكندري اللي هو هذا شنو طريقة الربط؟ طريقة الربط هي دلتا. إذا دلتا شنو اللي نسوي؟ فهنا هسه وين نروح؟ نروح على switch 2 dash اللي يمثل لي جزء السكندري واغلقه. فراح شو يصير عندي؟ راح يكون عندي بهالطريقه، يعني الحل النهائي راح يصير بهالشكل هذا مثل ما موضح امامكم. هذا كله زيرو سيكونس نتورك اوف ترانسفورمر. نروح على المثال الثالث. المثال الثالث ايش منطيني؟ منطيني ايضا هذه ترانسفورمر ومنطيني الاكس نوت. حتى اذا ما ذكر الاكس نوت فهو المفروض انا اعرفها، يعني حتى اذا يعني ما كتب اكس نوت، فهو اذا قال لي مثلا يعني ارسم او draw the zero sequence network for this transformer، اوكي ماكو مشكله. انا من يم اكتب الاكس نوت او اكس تي نوت انطيها رمز، إذا أكثر من محولة مثلاً أنطيها XT1 نوت إلى آخره. عموماً هسه إحنا عندنا محولة واحدة فقط يعني بالرسم. نجي لمن نشوف نتأكد من طريقة الربط. شنو طريقة الربط؟ بالجزء البرايمري دلتا. إذا دلتا يا سويتش راح أغلقه، راح أغلق ال1 داش. ال1 داش هذه يعني بالملاحظات ذكرناها. فال1 داش راح يكون بهالطريقه هذه، هذا ال1 داش. انا بالبدايه اخلي باس 1 باس 2 ريفرنس باس، واخلي الاكس نوت وانتظر اروح اشوفه دلتا بالسكندري. خلاص اذا دلتا اذا راح شو اوصل؟ راح اوصل ال1 داش. اشوف الجزء هذا جزء البرايمري. جزء السكندري او الثانوي اشوفه شنو؟ دلتا اسف هذا بالمثال الرابع، احنا هنا بالمثال الثالث. بالمثال الثالث انا يعني تار كمان حلول حتى نحله مباشرة فماكو مشكلة. اوكي هسه نجي نحله مباشرة. عندنا هنا هسه باس بار 1 باس بار 2، عندنا هنا طريقة الربط هذه البرايمري هي دلتا والسكندري هي ايضا دلتا. شلون احل مثل هيش مثال؟ اتفقنا اجي اخلي هذا الباس بار هذا 1 باس بار 2 باس بار 2 هذا عندي الريفرنس باس جي. عندنا هنا هسه طريقة الربط للبرايمري هي دلتا، فإذا نخلي الاكس نوت وننتظر
نشوف شنو طريقة الربط للبرايمري، هي دلتا. دلتا راح أوصلها مباشرة للرفرنس. ليش؟ لأنه راح نغلق ال 1-switch. 1-switch راح نغلقه. نروح على جزء السكندري. السكندري جزء السكندري هو أيضا دلتا. فراح شو نسوي؟ راح نغلق ال 2-switch. فراح يصير الرسم النهائي بهالشكل هذا. هذا zero sequence network of this transformer. هنا عندنا هذا المثال الرابع. هنا نشوف نفس الطريقة، نخلي bus bar 1 bus bar 2 reference. هنا شنو اللي أخلي؟ هنا راح أخلي ال x not. هنا ال x not أنتظر أشوف جزء البرايمري هو دلتا. جيد، إذا دلتا راح أغلق ال 1 داش سويتش. هذا خلاص من عنده. زين، جزء السكندري هو ستار، لكن هذا الستار يعني النيوترال مالته ما موصل المن للأرضي مثل ما نشوف، فقط ستار، فقط ستار. إذن احنا اتفقنا اذا ستار، اذا كان الرسم ستار with a neutral solidly grounded اللي هو بهالطريقة هذه، ذيك الساعة راح أضطر أنه أغلق السويتش. لكن إذا فقط ستار ما انطانيها بالملاحظة أو ما ذكرها إلي، فخلص راح أتركه أوبن، فراح يظل أوبن. يعني الرسم النهائي هو راح يكون بهالشكل هذا أو بهالشكل هذا. عندنا حالة خاصة وحيدة، حالة special case، يعني حالة هسه أيضا راح نجي عليها بالمثال. هسه راح أعطيكم إياها. هسه هذا اثنين هم ستار هنا، فشنو اللي خلص إذا اثنين هم ستار؟ اثنين يعني راح يكون يعني ال switch number one open، switch number two open، فراح تكون ال x not each، يعني ما متصلة نهائيا لا بالreference pass ولا باس بار نمبر 1 ولا باس بار نمبر 2. هالصيغة هاي ليش open؟ لأنه فقط ستار، النيوترال ما موصل المن to ground، وبالتالي ما راح أغلق switch 1 switch نمبر 1 أو switch نمبر 2، فراح يظلون open، فراح يظل بهالطريقة هذا. فهذا الرسم النهائي. هنا نجي المن للحالة الخاصة اللي هي هذه، اللي هي شنو؟ xn1. يعني مرات ينطيني رسم ستار، هذا الرسم ستار هو موصل المن للأرضي، لكن عن طريق شنو؟ عن طريق هذه ال XN، لكن هو بالنهاية وين رايح؟ رايح للأرضي، خلاص هو موصل، لكن ناش يخلي لي بالطريق، يخلي XN، ايش يريد يسميها؟ XN، XN1، XN2 الى اخره، حسب او فقط يعني ينطي قيمه لها، ماكو مشكله. هذه شنو شلون نحلها؟ فاحنا نفس يعني نفس الطريقه، انه هسه بما انه هو ستار وموصل للارضي، فشنو اللي راح يصير؟ اول مره خلينا نخلص من جزء النيل، هذا جزء السكندري. بما انه هو دلتا، فراح ايش راح اغلق؟ راح اغلق سويتش 2 داش، هذا غلقته فتوصل بمن؟ بالرفرنس باس. هذه الاكس نوت نزلتها، هذا باس بار 1 باس بار 2، هذا الرفرنس باس. هنا هذه غلقته، هذا جزء السكندري. بقى عندي فقط جزء البرايمري، البرايمري ستار وموصل المن الى الارضي تو ذا جراوند. شنو لكن هنا عندي اكس ان بالطريق، شنو اللي راح اسوي؟ فقط أضيف الـ XN على التوالي مع الـ X not. راح أضيف الـ XN1 اللي هو مسميها XN1، راح أضيفها على التوالي وأوصلها ويا من؟ ويا باس بار رقم 1. هاي بالنسبة لمن؟ للـ X1. أعتقد هنا يعني تنظرف في ثلاثة وتتوصل إلى
تتوصل إلى الباس بار رقم واحد. نعم تنظروا في ثلاثة وتتوصل إلى الباس بار رقم واحد. هنا أكو فد غلط يعني. تمام. نعم. تنظروا في ثلاثة. هنا نضربها في ثلاثة. هذه الـ xn. نضربها في ثلاثة ونخليها على التوالي ويا من؟ ويا الـ x not. هنا هسه عندنا هذا المثال على هذه الحالة. بالبداية نجي نخلي باس بار رقم واحد، باس بار رقم 2، ريفرنس باس، ريفرنس باس. زين اخلي الـ x not، اجي على اليمن على البرايمري. بما انه النيوترال موصل الى الارضي لكن عن طريق من؟ عن طريق الـ xn1. فشنو اللي راح اسوي؟ راح اخليها توالي مع الـ x not واضربها في ثلاثة واوصلها لمن؟ يعني كأنما انا غلقت السويتش اللي هو سويتش نمبر 1، يعني غلقته. لكن من غلقته ايش خليت؟ خليت هذه الممانعة اللي هي الـ xn1 وضربتها في ثلاثة وخليتها على التوالي ويا الـ x not. نروح على جزء السكندري. جزء السكندري شنو اللي راح يصير عندي هنا؟ نفس البرايمري ايضا. ايش راح اغلق؟ اغلق سويتش نمبر 2. اوكي من راح اغلقه؟ اذا هذا مباشر فمباشرة يروح على الباس بار، لكن انا عندي شنو؟ عندي ممانعة بالطريقة اللي هي شنو؟ xn2. فجيد راح شو اسوي؟ اضربها في ثلاثة واخليها على التوالي وبعدين اوصلها لمن؟ الباس بار نمبر 2. اوكي هاي يعني كل الاحتمالات او اغلب الاحتمالات بالنسبه للترانسفورمر. فانتهينا من البوزيتيف، يعني راح الخصهم على السريع، البوزيتيف والنيجاتيف سيكونس نتورك اوف ترانسفورمر. اتفقنا انهم ما بيهم شيء، فقط انه بالبوزيتيف نخلي الاكس 1 بتوين ذا تو باسز. زين النيجاتيف فقط نغير نكتب انه x2. زين الزيرو لا، الزيرو سيكونس نتورك هنا لازم ننتبه على طريقه الربط انه اذا كانت ستار او دلتا. وتعرفنا اذا كانت ستار شلون نربطها، او ستار واذا كان نيوترال موصل للارضي او لا، واذا كان دلتا ايضا تعرفنا عليه. هسه نجي لمن؟ للجنريتر. How to draw positive negative and zero sequence network for the generator. هسه لنفرض عندي هذا الجنريتر وهذه الـ x1 هي تمثل الـ positive sequence network وهذه تمثل الـ negative sequence network وهذه تمثل الـ zero sequence network of the generator. وهو حتى إذا ما ذكرهم احنا نعرفهم، يعني بديهيا احنا نعرف انه الـ x1 هي يعني مطابقة لمن؟ لان احنا اخذنا بالتيار، اخذنا الـ i1 هو يمثل الـ positive current والـ i2 هو الـ negative sequence current والـ zero sequence current يمثل الـ i0. هم فهذني يعني اشبه يعني مكافئة لهم هذه الممانعة. زين هنا منطيني ملاحظة يقول انه هذه الملاحظة the condition of neutral does not have any effect on the positive and negative sequence network. نفس الملاحظة اللي أخذناها بالترانسفورمر، أنه النيوترال ما راح يأثر بالبوزيتيف والنيجاتيف سيكونس نتورك. هسه احنا وين؟ بالجنريتر. بيا حالة بحالة يعني هسه راح ناخذهم احنا، يعني البوزيتيف والنيجاتيف. هنا هو منطيها ملاحظة عامة انه اذا كان هذا الجنريتر، اغلب الجنريترات انهم يربطونها طريقة ستار، لكن الستار انه اذا كان النيوترال موصل للارضي او لا، موصل واكو اكس ان بالطريق او لا، فهذه كلها تعتبر حالات. فعموما بالبوزيتيف والنيجاتيف النيوترال ما راح ياثر سواء موجود او ما موجود، ما راح ياثر بطريقة الرسم. هسه نجي لمن؟
الـ positive sequence network of generator. ثلاث احتمالات، احنا اخذنا ثلاث احتمالات انه الجنريتر يكون stop or solidly grounded، يعني بهالطريقة هاي موصل مباشرة الى الارضي، او هنا موصل الى الارضي عن طريق هذه الاكس، يعني اكو اكس ان تعترض موجودة between neutral and ground. هنا عندي ثلاث حالات اللي هو هسه هذه الحالات الثلاثة أو ثلاث احتمالات، وأريد أرسم الـ positive sequence network of generator. هذه ثلاث احتمالات. زين، هذه الاحتمالات بالـ positive sequence network تأثر؟ لا ما راح تأثر. ليش؟ لأن هو أصلاً قايل لي إنه هنا شنو اللي اختلف؟ هو فقط النيوترال، ترى هم كلهم ستار، لكن نيوترال مرة هنا نيوترال أصلاً ما موصل، مرة هنا موصل مباشرة، مرة هنا أكو أكس أن بالطريق، فثلاث حالات موجودة عندي. لكن هو يعني بالبداية قال لي إنه النيوترال ما راح يأثر يعني بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف. إحنا هسه وين؟ بالبوزيتيف سيكونس نتورك أوف جنريتر. فالنيوترال راح يأثر؟ لا أبدا ما راح يأثر. جيد، إذن شنو الطريقة العامة لرسم البوزيتيف؟ نجي عندي هسه هذا الباس بار رقم واحد اللي هو موجود عندي بالهذا بالثلاث حالات، هذا الرفرنس باس. جيد، هذا الرفرنس باس. زين، شنو اللي يعني هنا شنو اللي راح أسوي؟ فقط الجنريتر راح أمثل هذا الـ EMF، وهنا عندي راح تكون هذه اعطيها E او اكتب E generator، ماكو مشكلة. هنا ما راح اكتب واحد، يعني اوكي اكتب 1 ماكو مشكلة، لانه يعني انا ما مضطر انه اميزها، لانه بالنيجاتيف ما راح يعني ما راح امثل، ما راح انطي هذا الرمز مال الE او الE generator، لا راح انطي مباشرة، راح ارسم الممانعة مباشرة. عموما هسه هنا نقدر نكتبها EG، اوكي ماكو مشكلة، لكن الـ 1 مو ضرورية، او نقدر نكتبها EG 1 يعني على اعتبار انه دلالة للبوزيتيف، ماكو مشكلة. زين، واجي اكتب شنو هو البوزيتيف اللي هي X1. خلص، اذا هذا ستاندر، هو المن للبوزيتيف، هذا الرسم هو عام المن للبوزيتيف، سواء خلى الستار بهالطريقة، يعني اذا كان طريقة الربط هي ستار بهالشكل او بهالشكل او بهالشكل، هذا بالنسبة المن للبوزيتيف، هذه الطريقة هي عامة، طريقة رسم الـ positive sequence of generator هي هذه. تمام، نرسم هذا الـ pass bar ونرسم الـ reference pass ونخلي هذا دلالة على انه للـ positive، وهنا هذه الممانعة نكتب عليها X1، هنا ضروري نكتب X1، لكن الـ E اوكي ماكو مشكلة، فقط E او EG او EG1 هم ماكو مشكلة، كل الأحوال مقبولة. نجي المن للنيجاتيف، النيجاتيف أيضا النيوترال ما راح يأثر عليه. زين، شنو اللي راح يختلف عن البوزيتيف؟ اللي راح يختلف إنه فقط هذه الإي يعني هذا المصدر راح نشيله نخليه شورت فقط، فراح يصير عندنا بهالشكل هذا الباس بار رقم 1. هذا الباس بار رقم 1، هنا عندنا الرفرنس باس، هنا عندي الاكس 2، وقلنا المصدر راح نلغيه اللي هو الاي، فقط راح يصير عندي هنا شورت، فهذا بالنسبه لمن للنيجاتيف سيكونس نتورك اوف ذا جنريتر. هذا الرسم ايضا ثابت غير قابل للتغيير، ليش؟ لانه النيوترال او النيجاتيف سيكونس ما راح يتاثر بالنيوترال، فهذا الرسم هو ثابت المن
للجنريتر. نجي لمن؟ للزيرو سيكونس نتورك اوف ذا جنريتر. هنا لا، خلنا نقرا الملاحظه اللي معطينا اياها. وي نيد تو تشيك، هنا وي نيد تو تشيك وايل drawing zero sequence network. هنا check شنو neutral، هنا كلمة مفقودة neutral أو نكتبها هنا. يعني هنا لازم نتأكد أو نشوف شنو نشوف شنو ال neutral، شنو طريقة يعني شلون مباشرة أو أكم XN بالطريق أو أصلا ما موجود يعني بالستار. طبعا هو اغلب الربط بالنسبه للجنريترات هو ستار، يعني ماكو دلتا. زين، ف خلينا نشوف شنو هنا. if the condition of a neutral is different، يعني مختلفه، فراح يكون عندي the zero sequence will be different. طبعا اتفقنا انه يعني كل حاله هنا بالنسبه للزيرو سيكونس، للزيرو سيكونس نفس الترانسفورمر، نفس فكره الترانسفورمر. ناو if we look back to the figure 1، هذا الفيجر هو نفس ال هذا فيجر 1 عندي، يعني هنا الحالة A. هسه هنا عند ايش مطيني؟ منطيني ستار هنا، هذا فيجر A فيجر 1 A منطيني ستار، لكن هذا الستار النيوترال ما موصل الى ال الجراوند، ما موصل الى الارضي. فشنو شلون راح اقدر ارسمه؟ راح ارسمه بهالطريقه، اكتب الريفرنس باس. قلنا الريفرنس باس الريفرنس باس يعني نرسمه حتى اذا ما احتاجينا. هنا الباس بار نمبر 1، وهنا عندي شنو هو الاكس 1. هنا ليش ما وصلتها؟ لأنه الستار ما موصل مباشرة مع الجراوند بهذا الفيجر، بهذا بهذا الفيجر أي. فيجر 2 شنو اللي اختلف؟ هنا عندي النيوترال اللي هو هذا موصل المن إلى الجراوند. زين شنو اللي راح يصير عندي؟ نفس الرسم هذا، نفس هذا الرسم، لكن شو يصير عندي؟ اوصله هنا، هذا هذا المن فيجر بي، نفس الريفرنس باس لكن راح اوصله ويا من؟ ويا الاكس نوت. زين الفيجر سي اللي هو هذا الحاله الثالثه، هنا موصل لكن عن طريق الاكس ان، نفس الترانسفورمر نخليها توالي ويا من؟ ويا الاكس نوت، ونضربها في ثلاثة ونوصلها بالرفرنس باس. طبعا هذا سي، فهذه راح نضربها الاكس ان، نضربها في ثلاثة ونوصلها مع الاكس نوت، وراح تكون بهالطريقة هذه. هذه ملخص هسه اللي حكينا. هذا بالنسبة للزيرو سيكونس نتورك اوف ذا جنريتر. عندنا ثلاث احتمالات لا غير. الاحتمال الاول انه فقط ينطيني يا ستار، اذا انطاني يا ستار تمثيل الدائره له بهالشكل هذا، الاكوفلنت سيركت راح يكون بهالشكل هذا. زين ستار ويا نيوترال سوليدلي جراوندد، فراح يكون تمثيله بهالشكل هذا. نعم هذا هنا الريفرنس باس موصل مع الاكس نوت. زين هنا لا، اكو اكس ان، هذه نضربها في ثلاثة ونخليها توالي ويا من؟ ويا الاكس نوت، ونوصلها باس بار رقم واحد. هاي ثلاث احتمالات. بالنسبة لل الماطور نفس الشيء، نفس الطريقة. ايضا البوزيتيف نخلي الاي، اذا كان البوزيتيف سيكونس نتورك نخلي اي وياها الاكس 1، هذا بالنسبة للبوزيتيف. بالنسبة للنيجاتيف، النيجاتيف أيضا راح شنو اللي يعني شنو اللي نسويه؟ يعني المصدر نخليه شورت، هذا بالنسبة للنيجاتيف، ونكتب X2. أما إذا كان عندي الزيرو سيكونس فهن نفس الاحتمالات هذول. هذا بالنسبة لمن؟ للموتور. زين
آخر يعني آخر شيء راح يكون عندي المن بالنسبة للترانسميشن لاين. الترانسميشن لاين هو أسهل شيء بيهم، يعني أسهل واحد بيهم. البوزيتيف سيكونس نتورك أوف ترانسميشن لاين هذا فقط. هنا غيرنا الباس بار، هنا باس بار 2 و 3 مثلا، فراح يكون بهالشكل هذا باس بار 2 و 3 و X 1 بالنسبة المن للترانسفورمر. هنا عندي النيجاتيف، عفوا بالنسبة للترانسميشن لاين النيجاتيف نفس البوزيتيف فقط اكتب X2. زين الزيرو، الزيرو هنا ما عندي لا ستار ولا دلتا، فقط نفس سابقاتها، نفس البوزيتيف ونفس النيجاتيف، فقط اكتب X نوت فقط، اكتب X نوت. الريفرنس موجود كل يعني بكل بالبوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. طبعا يعني هو اصلا ما يعني ما نحتاجه احنا حاليا، يعني هسه بالتمثيل هنا ما نحتاجه لانه هو اصلا يعني منفصل عنهم، لكن بتمثيل الدائره هسه راح ينطيني اكثر يعني ترانسفورمر وترانسميشن لاين كلهم، فاكيد راح نحتاج للريفرنس. بس عندنا هذا المثال هنا درو بوزيتيف نيجاتيف and zero sequence network of the power system. هنا منطيني هذا الجنريتر ومنطيني يعني الستار اللي نيوترال موصل الى الجراوند. زين منطيني هذه الترانسفورمر، البرايمري هو دلتا والسكندري هو ستار، ايضا النيوترال موصل المن مباشرة الى الجراوند. هنا عندي ترانسميشن لاين، هنا اذكر انه يعني اعتبر انه بالنسبه للجنريتر XG1 هي تمثل بوزيتيف سيكونس نتورك، XG2 تمثل النيجاتيف، XG0 تمثل الزيرو سيكونس نتورك. كذلك بالنسبه للترانسفورمر XT1 XT2 XT0، كذلك بالنسبه للترانسميشن لاين X لاين XL1 XL2 XL0. شلون اقدر امثلها هذه؟ ها هنا راح اجي المن، اجي اول شيء بالنسبه للبوزيتيف، بوزيتيف سيكونس نتورك شلون راح اقدر امثلها؟ اول شيء اخلي الريفرنس، هذا اول شيء. بعدين اجي اشوف الباس بار اللي موجود عندي، هذا باس بار 1 باس بار 2 باس بار 3، ذولي خليتهم. اجي شريده مثل انا البوزيتيف، البوزيتيف بالنسبه للجنريتر، بالنسبه للجنريتر شلون اقدر امثله؟ اتفقنا انه النيوترال ما ياثر على اليمن على البوزيتيف، فخلص الى طريقه تمثيل واحده اللي هي اخلي الاي هنا الاي ام اف او الانديوزد فولتج اوف ذا جنريتر، وشنو اللي اخليه؟ اخلي على التوالي ويا اكس جي 1، XG1 ترمز إلى البوزيتيف، هذا بالنسبة لمن؟ للبوزيتيف. بالنسبة للترانسفورمر كذلك، هسه إذا نراجع الخطوات السابقة راح نشوف شون البوزيتيف المثلة XT1 فقط، أو نكتب X1 يعني اللي على اعتبار هذه X1 تمثل لمن؟ لهذا الترانسفورمر، أو نكتب أو هو محدد ليها هنا، عفوا هنا محددها XT1، فراح هذه تمثل البوزيتيف بين باس بار 1 وباس بار 2. هنا بالنسبه للترانسميشن لاين هنا اللي هو اكس ال 1 نفس الشيء مباشره، هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للبوزيتيف، سهل مباشره، يعني مباشره كل عنصر اخذ الممانعه له مباشره، راح اضيف فقط اللي هو الاي بالنسبه للجنريتر، هذا بالنسبة لمن؟ للبوزيتيف. بالنسبة للنيجاتيف نفس هذا الرسم، راح تختلف عندي شغلتين فقط، هذا الاي يصير شورت وابدل المكان الواحد اثنين، هذا بالنسبة للنيجاتيف. هسه ارجع اعيد بالنسبة للبوزيتيف، البوزيتيف شلون كنا نمثل يعني بالبير يونت او الرياكتنس دايجرام؟ تماما نفس الشيء، فقط بس انتبه XG1 XT1 XL1 هذه البوزيتيف. زين
هناش عندي النيجاتيف نفس البوزيتيف بالضبط، فقط انه هذا الجزء او هذا الاي الغيها، اخلي يصير شورت عندي هنا واغير بمكان ال1 اكتب 2 دلالة على انه نيجاتيف. زين جيد، نجي لمن للزيرو سيكونس نتورك. هنا عندي اول شيء اخلي الرفرنس باس الرفرنس باس. ارجع للسؤال اللي منطيني اياه، لان هنا احتاج يعني اتاكد منين من النيوترال. بالنسبه للجنريتر ايش منطيني اياه؟ موصل اللي هو هذا النيوترال، موصل دايركت تو ذا جراوند. زين شنو اللي راح اسوي؟ هذا راح اوصله مباشره لمن؟ الى الجراوند. جيد، نجي لمن الترانسفورمر. ترانسفورمر هذا الباس بار 1 باس بار 2، الجزء البرايمري دلتا. زين اذا دلتا من ايش راح اغلق يا سويتش؟ سويتش 1 داش 1 داش هذا ال 1 داش، فراح تتوصل يعني راح اقطعها منين؟ من باس بار 1 وراح اوصلها ويا من؟ ويا الريفرنس باس حسب السويتشز دايجرام اللي درسناه هسه. زين نرجع لمن؟ للترانسفورمر. هنا السكندري سايد يعني طريقة الكونكشن مالته هو ستار والنيوترال موصل مباشرة لمن؟ إلى الأرض. فشنو اللي راح من اللي راح يغلق عندي؟ يا سويتش، فراح هنا يغلق عندي ال 2 داش 2 داش اللي هو راح يتوصل ويا من؟ ويا باس بار نمبر 2. باس بار نمبر 2 وش بقى عندي؟ بقى عندي هذا الجزء اللي هو الترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين مباشرة يعني ما بي اي دوخة، فقط نجيب هو بكل الاحوال سواء بالبوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، فقط نغير هنا بالبوزيتيف XL1 بالنيجاتيف XL2 بالزيرو نكتب XL0 ونوصله بهالشكل هذا. هذا باس بار نمبر 3. هذا انتهى السؤال. نجي المن الى هذا السؤال نوعا ما شوية اكثر تعقيد، ايضا يريد من عند البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. البوزيتيف راح نمثله مباشرة مثل ما موجود، لكن هذا نخلي هذا راح يكون رفرنس باس. هنا عند الجنريتر هنا فقط اكتب EG واخلي الممانعة EG1 واستمر. بالنسبه للترانسفورمر هذه الممانعه مال او الرياكتنس مال الترانسفورمر 1 ترانسفورمر 2. هناش عندي ترانسميشن لاين 1 ترانسميشن لاين 2، هنا هذا ترانسفورمر 3، واخيرا هذا الماطور اللي هو هذا الرياكتنس له. فقط شنو اللي لازم انتبه له؟ اجي بالنسبه لمن؟ الجنريتر ايش اكتب؟ XG1 XG1 هنا عندي ترانسفورمر هذه T1، فشلون راح ارمز لها؟ XT1 يعني ممانعة ترانسفورمر رقم 1 او رياكتنس ترانسفورمر رقم 1، ومخلي 1 ثانية. هذه ال1 الثانية لمن؟ دلالة على انه بوزيتيف. زين هذه X22 ومخلي رقم 1 دلالة على انه بوزيتيف. هذه XT3 ومخلي رقم 1 دلالة على انه بوزيتيف سيكونس نتورك. النيجاتيف نفس البوزيتيف، لكن هذا المصدر يصير عندي شورت، هذا يصير عندي شورت. زين ونغير ال1 شو يصير؟ 2، دلالة على انه هو نيجاتيف. نجي نتبع الخطوات بالنسبة لمن؟ للزيرو سيكونس. الزيرو سيكونس هنا نشوف ايش منطيني. هذا الجنريتر ايش منطيني؟ منطيني ويا طريقة ربط ستار، ومنطيني ويا اكس ان اللي هي جاية بطريق النيوترال، يعني صار بين النيوترال وبين الجراوند. فشنو الخطوات؟ اضربها في ثلاثة واخليها توالي ويا من؟ ويا الاكس نوت. هذه نضربها في ثلاثة ونخليها توالي ويا من؟ ويا الاكس نوت، وراح توصل المن الباس بار رقم 1.
جيد. هسه وصلنا الباسبر رقم واحد. نجي من هذا الترانسفورمر. الترانسفورمر نمبر 1 البرايمري اللي هو دلتا. فإذا دلتا ايش راح أغلق؟ راح أغلق سويتش 1 داش. 1 داش راح يوصلني مباشرة ويا الريفرنس. زين أكمل البرايمري إلمن، يعني ما راح أعبر للسكندري مال ترانسفورمر نمبر 1، راح أكمل البرايمري أوف ترانسفورمر نمبر 2 أيضا دلتا. فإذا دلتا نفس الشيء راح يوصلني ويا من اللي هو سويتش 1 داش، راح يوصلني ويا الريفرنس. راح أرجع على من على الترانسفورمر نمبر 1 اللي هي ستار. لاحظوا هنا ستار لكن النيوترال ما موصل ويا من ويا الجراوند، بالتالي فراح اتركه سويتش 2 داش راح اتركه اوبن. خلص راح اكتب هذه الاكس تي 1 0 هنا، ما راح اوصلها ويا من ويا باس بار نمبر 2، راح يصير اوبن لانه بس يقول لي اذا بحاله انه النيوترال موصل ويا الارضي اغلق السويتش. هنا ما موصل خلص راح اتركه اوبن. جيد هذا الترانسفورمر اللي هو هنا منطين ستار، وهذا الجراوند النيوترال موصل مباشرة سوليد لجراوندد، فبالتالي راح اوصله ويا من ويا باس بار نمبر 3. جيد وصلنا المن ترانسميشن لاين 1 ترانسميشن لاين 2. ترانسميشن لاين 1 مباشرة اخلي ال XL1 0 XL1 0. هذه ال1 اقصد بها انه ترانسميشن لاين الاول، هذه ال2 ترانسميشن لاين الثاني. هنا 0 تدل على انه احنا بالزيرو سيكونس نتورك، زيرو سيكونس نتورك. هذا مباشره ترانسميشن لاين، يعني ماكو طريقه ربطه والى اخره. نجي من ترانسفورمر نمبر 3 البرايمري النيوترال شبيه سوليد لجراوندد، يعني موصل النيوترال موصل ويا من ويا الارضي، بالتالي راح اغلق سويتش نمبر 1 وراح اوصله ويا من ويا هذا الجزء. فهسه هنا هذا وصلت. زين بعد اشوف السكندري اللي هو دلتا. الدلتا وين راح يوصلني ويا من ويا الرفرنس ويا الرفرنس، يعني هنا يعني هذا الترانسفورمر نمبر 3 ما موصله ويا من ويا الباس بار نمبر 4. جيد خلاص ويا من موصله ويا موصله ويا الرفرنس. ليش؟ لانه طريقه الربط هي دلتا حسب ال سويتشز دايجرام. هنا عندي هذا الموتور، هنا ايش منطيني؟ منطيني طريقة ربطة ستار والنيوترال ما موصل ويا الأرضي، بالتالي راح شي يصير إذا ما موصل إذا ما موصل النيوترال ويا الأرضي راح يترك open، يعني ما راح أوصله ويا من ويا الرفرنس، راح يتوصل فقط ويا الباس بار وهذا راح يكون open. ليش؟ لأنه اتفقنا الماطور هو نفس الجنريتر، والحالة الأولى بالجنريتر هي هذه ثلاث حالات، هذه الحالة الأولى بالجنريتر. إذا تلاحظون هنا فقط اكس نوت وما موصله ويا من ويا الرفرنس باس، فالجنريتر الماطور راح يكون نفس الجنريتر هذه هنا. ايضا ما راح يوصل ويا الريفرنس، راح يترك اوبن. هنا عندنا هذا الهوم ورك، يعني نفس المثال السابق. اتمنى يكون استفاديتوا، يعني الشرح واضح واستفاديتوا من المحاضرة. شكرا جزيلا.